مرحبا عبد المهيمن، اهلا فيك باستوديو ومضى مباشره من أربنت. عبد المهيمن الاغا، انت سي او كوفاوندر لحاسوب، صح؟ خبرنا شوي عنك وعن الشركه. حاسوب هي نحن شركه بنطور فيها حلول انترنت لمنطقه الشرق الاوسط وشمال افريقيا، بنركز على المنطقه العربيه. نحن بيست ان يو كي بس انا من سوريا. حاليا نحن عم نشتغل عليه في حاسوب، هو حاسوب ادز او اعلانات حاسوب، اللي هي شبكه اعلانيه بنساعد فيها المعلنين واصحاب الاعمال، خصوصا الشركات الصغيره ومتوسطه الحجم، على الوصول للماركت المستهدف لهم باستخدام البلاتفورم اللي عندنا. بخليهم يستهدفوا الزوار عن طريق الدوله، عن طريق الاهتمام، الكلمات المفتاحيه، وبنفس الوقت بنساعد المدونين واصحاب المواقع الصغيره والمتوسطه على تحقيق أرباح من مواقعهم. كيف أجت الفكرة؟ يعني شو اللي what inspired you لحتى تطلقوا المشروع؟ هلأ الفكرة أجت أنه حاسوب كشركة، أجت أنه أنا بدرس ببريطانيا وشفت كتير شركات هونيك، مو شركات، أشخاص، لما حكيت مع أشخاص خصوصا من الصين وروسيا، أنه كلهم عندهم شركة ببلدهم، مثلا بالصين في بايدو، في روسيا في ياندكس، بس بالشرق الأوسط ما فيها الشركة اللي عم تطور حلول أو عم تحاول أنه يكون عندها شوي innovation أو انه تدخل بمجالات اكبر من انه تطوير موقع صغير او هيك. وبنفس الوقت انا كان عندي موقع من قبل اللي هو اي سكيورتي، وواجهت نفس المشكله كمان بخصوص انه الوصول للمعلنين، فكان في انه بروبلم، يعني مبين انه في مشكله وفي حاجه ل وسيله نساعد فيها اصحاب المواقع على تحقيق ارباح من مواقعهم. ففكرت بالموضوع وبديت تطوير اعلانات حاسوب مع التيم، يعني وخلال يعني 3 أشهر دينا اطلقنا البرودكت الشبكه السنه الماضيه 2011. يعني لكم سنه تقريبا؟ ايوه. ولحد هلا قديش في اقبال على المنصه؟ الاقبال كل ما عم بزيد، يعني بالارقام، اذا نحكي بالارقام كعدد ناشرين عندنا حاليا اكثر من 700 موقع مدونه عربيه، كلهم متخصصين بمجالات محدده. نحن بنراجع نطلع على المواقع نتاكد انهم الكواليتي، يعني حاليا ك اعلانات بنطلع تقريبا 1.5 مليون اعلان ظهور يوميا، تقريبا 45 مليون بالشهر. اوكي. والريفينيو يعني كيف عم بتطلع مصاري؟ هل في هلا البزنس موديل هو انه نحن نتشارك الارباح مع صاحب الموقع. كالمعلن لما بدفع عن طريق النقره، بنستعمل نحن نظام الكوست بير كليك، ندفع على النقره بس، ونحن بناخذ نسبه من الارباح اللي طلعنا شر حتى نشغل الشبكه. ولحد هلا سيلف سستينبل، يعني قادرين هلا نحن اول ما بدينا بدينا بوست ترابينج لبدايه السنه، نحن تقريبا وصلنا بريك ايفن، يعني بدينا نغطي التكاليف، لسه ما في ارباح بس انه كتكاليف تشغيل الشركه وهالامور مغطينا من بدايه السنه. كثير منيح. شو اهم التحديات اللي واجهتها؟ كونك كمان بيس ببريطانيا. هلا كاهم التحديات، يعني نفس التحديات تواجه اي رائد اعمال، انه من ترم انه الانفستمنت، نحن لسه ما اخذنا انفستمنت بوت سترابينج، تطوير البلاتفورم كان انه ما يعني امر تشالنجينج، ما هو انه امر سهل تطوير انه ادفرتايزنج بلاتفورم، تطوير موقع يعني ممكن اسهل بكثير طبعا، بس انه الادفرتايزنج بلاتفورم عندنا مئات المواقع بتعتمد عليها، فانه تطوير هالشيء بياخذ مننا كثير وقت وما كان سهل. ايضا انه كشركه ناشئه و الوصول للمعلنين للشركات، تعريفهم بالنظام كمان، هذا انه كتسويق وماركتينج، يعني كمان هذا كان تحدي، لانه لما واحد بيطلب منتج او موقع بيستهدف الزوار او الكاستمرز بشكل عام بيكون اسهل من لما بكون الشركه الناشئه عم تستهدف البزنسز او الشركات الثانيه، بده كونكشنز ليصل واحد لهم. يعني اولويات للمواقع اللي بتساعدوها لحتى تعمل؟ ما في اولويات، نحن بس بنركز انه مطلب يكون عندهم محتوى اوريجينال، يكون اصلي المحتوى ويكون كواليتي. المنطقة يعني هلا المنطقة بشكل عام المعلنين هنا بيستهدفوا دول الخليج، بس نحن عم نقبل جميع المواقع، يعني حتى لو من مصر، لو من باقي الدول، ولما بنشوف انه مثلا في بنحتاج مثلا معلنين زيادة بمصر، نحن عم نتواصل مع شركات ثانية او عم نوزع كوبونات مجانية، يعني بس انه مشان نحاول نجيب معلنين للمواقع بشبكتنا. اوكي. وهل في عندك مشروع انه تنقل الشركة على سوريا أو ترجع على المنطقة ولا؟ هلأ نرجع على المنطقة طبعاً، يعني في أنه المخطط، أنا بدينا ببريطانيا لأنه أنا كنت بيست ببريطانيا بدرس هونيك أنا،
بس يعني خلال سنتين يعني طبعا في عنا يعني انه ممكن لدبي او للسعوديه او لنشوف ممكن لسوريا. اكيد المنطقه بحاجه لك اكثر. شكرا. في منافسين بنفس المجال بالسوق؟ هلا كمنافسين طبعا في منافسين، نحن بنتنافس مع عده جهات، يعني في اول شيء الوكالات الاعلانيه او البرايفت ادفرتايزنج نتوركس، الشركات الخاصه، هذول بكون عندهم انه قدره تسويقيه اكبر، نحن لانه لسه شركه ناشئه، نحن عندهم كونكشنز، فهذول نحن بنتنافس معهم. بس كيف عم تميزوا حالكم؟ نحن بنوفر فاليو افضل بكثير، يعني نحن ما عندنا ريد كارد، ما بنشتري الاعلانات من اصحاب المواقع، المساحات الاعلانيه بنسوي ريد كارد وبنرجع بنبيع على الشركات. نحن عندنا النظام كله اوتوميتد، واللي عم نقوله للمعلنين انه جرب، حتى بنعطي كوبون مجاني، جرب اذا ساتسفايد هابي بالريزولت بتكمل، ما لك هابي يعني بنلاقي طريقه بنسوي فيها هابي يعني، واغلب مين جرب معنا كمل يعني، لانه الفاليو اللي عم نوفرها يعني افضل بكثير من غير سولوشنز موجوده. كمان نوع الادفرتايزنج بيختلف، نحن الادفرتايزنج الادفرتايزرز اللي عندنا مثل ما بنشتغل مع السمول والميديوم سايز ويب سايت، المواقع الصغيره والمتوسطه، بنشتغل مع نفس النوع من الشركات. فالبراندز الكبيره ممكن تقدر تدفع مثلا مبالغ اكبر، 100,000 دولار، 200,000 دولار على حمله اعلانيه، ما عندهم مشكله، فلذلك بروحوا لوكالات اعلانيه مثلا. بينما انه الشركات الناشئه، الشركات الصغيره متوسطه الحجم، اي مبلغ بدفعه يعني بنحسب، يعني بدهم ريزولتس بداله. فهي بما انه باي بير كليك، فانه هنا عم بدفعوا بس لما بيجيهم زوار، بعدين هن بسووا بحولوا الزوار لكلاينتس. ف عبد المهيم الاغا، اهلا وسهلا فيك، شكرا لتحدثك مع ومضى، وان شاء الله اقرب ناس بيكون يعني تستفيد منه من بعد اكثر. شكرا، فرصه سعيده. فرصه سعيده.